جرب حظك. أستاذ عباس. نعم. أنت كنت بتحلم أنك بتشتغل بالتمثيل في يوم من الأيام؟ لا. أمال إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ كانت المدرسة اللي كنا فيها تاخدنا كل سنة في الأوبرا نتفرج على تمثيليات. أول سنة اتفرجنا على رواية طلياني من الموسيقى اللي هي رواية فاوست. أي. فرجعت مغرم جدا باللي كان بيجعر قوي وكان بينعر قوي، ما كانش بيجعر كان بينعر فاوست. ورجعت على المدرسة طول الوقت جنب تلامذة إخواني وقدام الأساتذة أنعر زيهم. فجاء حضرة الناظر ندهلي وقال لي تعالى يا فندم انت بتعمل ايه في الفصل فوق؟ قلت له بنعر يا استاذ. اي لكن ده ممنوع في المدرسة. وبعدين قال لي انت شفت؟ قلت له انا حضرت كذا وكذا وكذا. قال لي لا الكلام ده اوعى تقوله هنا احسن، فانا مرة حرفدك من المدرسة. خفت ورحت ثاني سنة ودونا رحنا شفنا رواية عطيل من الاستاذ جورج ابيض. شفنا الفصل الثالث فيها وهو بيجعر وبيقول الى الوراء الى الوراء، كانت ألعم من الطلياني. فضلت اجعر طول الوقت الى الوراء الى الوراء الى الوراء، فرفدت فيها من المدرسة. وبعدين بقى بلغت الحكاية لبيت عمي ووالدتي وخالتي، قعدوا يعيطوا عليا لان انا خسرت خالص وبقيت واحد تلميذ خسران تلفان ما انفعش في حاجه ابدا. وحتى انا كمان صعبت على روحي وقعدت اعيط انا كمان لان انا خسرت وتلف ومفيش فايده في مستقبلي ابدا. من هذا الوقت ركب دماغي شيطان التمثيل الى هذا الى هذه الاونه. من فضلكم امال انت كنت بتفكر تشتغل ايه يا استاذ عباس؟ كنت عاوز اعمل عسكري يعني ضابط يعني. كنت عاوز تدخل الكليه الحربيه يعني. كنت عاوز ادخل الكليه الحربيه. طيب بالمناسبه لما بيكون في روايه تاريخيه او حاجه ايوه والممثل عاوز والممثل ماسك سيف ايوه بيحط السيف في الناحيه هي اليمين ولا الشمال؟ كده هو يا اخي الشمال يا طيب واذا كان الممثل اشول؟ ما اعرفش ما عنه حاجه بقى، يمكن بقى اذا كان هو اشول تساله هو، ما تسالنيش انا يا استاذ. المفروض انه ما يكونش اشول وبياخد دور عسكري لان العسكريه ما بتقبلش الناس اللي هم شو. ده كويس، ده معقول، ده كويس. طب كويس قوي يا استاذ عبد الله، خلصتني منه انت يا استاذ مش انا. كويس. طيب في الوقت ده كان سنه كام الحكايه دي؟ سنه ايه؟ اول ما دخلت تمثيل؟ ايوه. هم عمل الاستاذ جورج ابيض روايه مكبس. سنه كام؟ مش متذكر، سنه 12 على ما اظن. بس سمعته؟ طبعا في الوقت ده كان التمثيل مهنه جديده على المجتمع المصري. اي نعم، كان الاستاذ عبد الرحمن رشدي والاستاذ عبد القدوس والاستاذ جورج ابيض، وكانت فرقه خاصه بالنجوم الكبيره في الوقت ده هو. واحنا دخلنا لقطنا منهم وتعلمنا منهم ودرسنا منهم. قصدي المجتمع كان بينظر الى التمثيل نظره ترفع جدا جدا، شيء جميل جدا. قابلتك عقبات من الناحيه ديت باعتبار انك بتشتغل ممثل والمجتمع بينفر من هذه المهنه؟ بقى يعني ما كانش صادفنا عقبات الا عقبات الكساد والركود في الفرق التمثيليه في بلدنا، لان كان الاستاذ ابيض هو لوحده اللي كان بيشتغل، وبعدين جه الاستاذ عبد الرحمن رشدي واشتغل، وبعدين جت السيده منيره المهديه واشتغلت، ومات الشيخ سلام حجازي في المده ديت. فكان بس لما يبطلوا دول ويشتغلوا دول، ده كان بس كانت العقبه الكؤود ان الفرق كانت بتتعثر في بنائها وحلها بسرعه. لا في نظره المجتمع اليك مثلا رحت تخطب مثلا وقالوا عليك حاجه؟ لا ابدا ابدا ابدا. طيب. مقدرينه جدا قوي، دايما الجمهور المصري بيقدر التمثيل من يوم ومن زمان ومن قديم جدا. من قديم. طب استاذ عباس. نعم. كلمه عباس يعني ايه؟ من العبوس الشده يا فاكر. مال يا استاذ. وفارس العم منها.